من 50,000 بنهاية العام الجاري. جاء ذلك خلال تنفيذ الوزارة لإزالة التعديات على نهر النيل بمحافظة الجيزة بدعم من شرطة المسطحات المائية والقوات المسلحة. مخالفة في أخرى أصابت الشكل الجمالي لنهر النيل في مقتل، وتحاول وزارة الموارد المائية إعادة تجميله وفي طريقها عقبات كبرى. واستمرارا لهذا، قام قطاع حماية نهر النيل بحملة مكبرة أزال على إثرها مخالفات قدرت بنحو 3,000 متر مربع على النيل مباشرة في المناشي بمحافظة الجيزة. ضمن برنامج الإزالة اللي متنسق بيننا وبين القوات المسلحة وشرطة المسطحات والبيئة، واتفق النهارده الميعاد لتنفيذ الازالات دي، والحمد لله تمت كلها بنجاح. الحمد لله اربع كافتريات على نهر النيل واربع قاعات افراح. الناس بمخالفتهم، وبعد كده بنحرر محاضر مخالفات بيتبعها قرارات ازاله وبيخطر بها المخالف جهات الامنيه، اذا نفذ طواعيه بيبقى له الشكر. خطوة لا ترضي بطبيعة الحال جميع الأطراف ولكل أسبابه، خاصة وأن ما بني على باطل دون ترخيص فهو باطل، لكن الإشكالية دائما ما تأتي بعد نفاذ صبر الجهات المنفذة. جبنا طلب من الوزير، تأشيرة من الوزير، استنى احنا رافعين قضية، ولو المحكمة حكمت ان احنا نشيل احنا اللي بنفسنا اللي هنشيل، واحنا نحترم حكم المحكمة، لكن هم كده. وبعدين المكان ده بتاع عمد البلد وناس محترمة وناس مستشارين وناس ضباط وناس بتحترم البلد وعمرهم ما غلطوا في حد، وعلى هذا الأساس أنا جيت اشتغلت معاهم. أي مخالفة عن النيل هنزلها فورا على طول، مش حتى مهما يكون المسؤول هو مين أو مين اللي هو عمل المخالفة، القانون هننفذه على أي مسؤول بيخالف. أكثر من 50,000 مخالفة على شواطئ 16 محافظة مطلة على نهر النيل، تم إزالة نحو 33,000 حتى الآن، وما زالت الحملة مستمرة. الحملة طبعا مستمرة، لأن طبعا ده بيشكل خطورة كبيرة جدا على مجرى نهر النيل. يمكن التصرفات المائية بنحس بيها في فصل الصيف نتيجة هذه التعديات، بيحصل فيه عدم قدرة لنهر النيل على إمرار التصرفات اللازمة في موسم أكثر الاحتياجات اللي هو في فصل الصيف، ومياه الشرب بتكون متزايدة. وطبعا بينتج عن هذه التعديات برضو يمكن سبب من أسباب التلوث في نهر النيل. وتستبق الوزارة إزالة المخالفات بتحرير محاضر ضد المخالفين على أمل إزالتها من تلقاء نفسهم، لكن الضغط على الجهات المنفذة هو ما ينهي عملية الإزالة بهذا الشكل المستمر حتى الآن. منذ فترة وسريعة هي يد الدولة في هدم مخالفات نهر النيل، وغريبة هي النفس التي تسول لها نفسها بأخذ حق يخص كل المصريين، وما بين النقيضين أموال مهدرة في البناء والهدم متشابكة في سوء الفعل وانتفاضة رد الفعل. ليبقى السؤال معلقا، هل هو الجبروت أم الجهل؟ أحمد بكير للتلفزيون المصري. في إطار احتفالات محافظة البحر الأحمر